هنا هذا ماشي شغل المحكمه الدستوريه، هذا شغل ديال السلطات المكلفه بالخارجيه والعلاقات الدوليه التي تدلي بتحفظاتها على الاتفاقيات والمعاهدات فيما يتعلق بالنصوص التي يتحفظ المغرب على قوانين كقاضي عادي. اذا اثيرت امام القاضي غير طبيعي فإن تحال مسألة بطريق فرعي على المحكمة الإدارية، على المحكمة الإدارية. طغى على توجيهها آثار قراري المحكمة الدستورية، القرار الأول 718 والقرار الثاني 207 على 23. يعني عنوان هذا الندوه المرتبط أساسا بقانون التنظيمي، مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية كأحد آليات فيما من الطلبة قل نظيرها، ولا زلت أتذكر كل الحصص التي مرت بي الحابية التي يتبنى لي جامعة سيد محمد بن عبد الله بطبيعة الحال وهي بمدينة تازة. القوانين كآلة لمراقبة القوانين وحماية الحقوق والحريات، كما نعلم أن دستور 2011 جاء بهذا المقتضى، وهو مقتضى جديد وهو يخول للمواطن الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين عند صدور القانون التنظيمي، القانون التنظيمي الذي سيوضح الآليات وكيفية ممارسة هذا الحق أمام المحاكم. وقد عرضت الحكومة هذا القانون وتمت موافقة عليه من طرف مجلس النواب بغرفته، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت هذا القانون وإعادة قراءته مرة ثانية. أولا هذه الندوة هي منظمة من طرف جمعية المحامين الشباب بكازا بشراكة مع المؤسسة الأوروبية المتوسطية لدعم المدافعين على حقوق الإنسان، ونحن نحضرها كجمعية وطنية للمحامين بالمغرب في إطار الشراكة التي تجمعنا مع الإطارين سواء مع جمعية المحامين الشباب بكازا أو هذا يعني القانون التنظيمي ديال الدفع بعدم دستورية القوانين هو يعني قانون جد مهم لأنه هو الذي ارتقى بالمحكمة بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، ولكن مع الأسف يعني تم تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وبقي هذا المشروع يعني عالق. دابا احنا في الولاية الثالثة بعد دستور 2011 ولحد الآن لم يجد طريقه إلى كاين خلل، لأن كاين المشروع الأول تنقح وتعرض القراءة من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين تمت المصادقة عليه، ولكن القرار الأخير اللي صدر في 2023 في فبراير 23 يعني جاب واحد المسائل إجرائية اللي هي يعني بحسب الفقهاء الدستوريين ما عندهاش شيء، يعني لم تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري، والحال أنه المجلس الوزاري لا يصادق لأنه ما فيش هو تصويت ولا ما فيش أغلبية ومعارضة. وأتمنى صادقا أن تكون هناك إرادة سياسية المحكمة الدستورية باش تثبت في هذا القانون التنظيمي لأن المغرب في حاجة ليه ومصادقة عليها.